بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفيرال لينفادينايتس. ان شاء الله على نهايه المحاضره المفروض نكون المينا بالايتيولوجيز اوف لينفادينايتس ونشوف الجنرال فيتشرز اند باثوجينيسيس اوف فيرال لينفادينايتس، ونكون عرفنا ان احنا نعمل لاب دايجنوزس اوف سام امبورتنت فيروسز كوزنج لينفادينايتس. الاول هنشوف الكلاسيفيكيشن. عندنا جنرالايزد لينفادينايتس معناها انلارجمنت اوف اكتر من مجموعتين من الليمف نودز، وده بيتقسم يا اما بينفول يعني بيبقى فيه بين في الليمف نودز، او بينلس يعني مفيش بين. البينفول بيبقى اسبابه فيرال زي الابشتان باير فيروس، سيتوماجالو فيروس، الاتش اي في اللي هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، الميزلز فيروس والروبيلا فيروس. البكتيريا الكوزز بتشمل البروسيلا، السيفيلس، الليستيريا. انما البينلس لينفادينايتس بتبقى سببه التي بي. ايه الكوزز اوف لوكالايزد لينفادينايتس؟ معناها افكشن اوف وان جروب اوف ليمف نودز. ممكن تبقى حاجات بينفول زي السكين انفكشنز، زي الفارنجيتس والتونسيلايتس، زي الاورال او الجينيتال هيربس، زي الكات سكراتش ديزيز او الانفكشوس مونونيوكليوديس بيبقى افكتنج السيرفايكال جروب اوف ليمف نود او في الروبيلا. البينلس بيبقى ريزيدوال ليمف نود افتر اوفر كامينج انفكشن، يعني بعد الانفكشن ما تخف، او في حالات التي بي. نخلي بالنا يا جماعه ان في اذر كوزز اوف لينفادينايتس، بس احنا هنركز في المحاضره دي اللي هي الحاجات اللي ما اتخذتش قبل كده. باقي الكوزز هتبقى مشروحه في بلوكات تانية. هنتكلم دلوقتي على الابشتاين بار فيروس، هو فاميلي هيربس فايريدي. النيوكليوكابسيد بيبقى ليه ايكوزا هيدرال سيمتري وبيبقى انفلوبت. الفيرال جينوم بيبقى دبل ستراندد دي ان اي. بيعمل لنا ايه الابشتاين بار فيروس؟ بيعمل لنا بينفول لوكالايزد سيرفايكال او جنرالايزد لينفادينايتس. المود اوف انفكشن بيحصل ازاي؟ اول حاجه عن طريق البادي سيكريشنز بالذات الصليفة، عشان كده بنسميه كاسنج ديزيز. تاني حاجه ممكن يتنقل على حاجات تاني زي البلاد ترانسفيوجن او افتر بون مارو ترانسبلانتيشن. الباثوجينيسيس بتاع الابشتان بار فيروس بيحصل ازاي؟ الفيروس بيعمل انفكشن للليزوفارينجيال ابيثيليال سيلز والسليفري والليمفويد تيشو. بيبقى ليتنت في البي سيلز، بيعمل لنا ليتنت انفكشن. الانفكتد بي لينفوسايتس دي بتعمل اندكشن للبي سيل والتي سيل اميون ريسبونسز، فتطلع لنا نوع من التي سيلز بنسميها اتيبيكال رياكتيف تي لينفوسايتس اللي بنسميها داوني سيل. صورتها اللي قدامنا دي بيبقى حجمها كبير. تاني حاجه في الباثوجينيسيس بتاع الابشتاين بار فيروس هو الابييرنس اوف هيتروفايل انتي بوديز، ودي بيرديوس ديو تو بي سيل مايتوجينيسيس. هي نان سبيسيفيك انتي بوديز انكلودنج ان اي جي ام انتي بوديز ذات ريكوجنايز ذا فول بانل انتيجين اون شيب هورس اند بوفاين ايرثروسايتس. ايه هي الديزيز اللي بيعملها الابشتاين بار فيروس؟ اول حاجه الهيتروفايل بوزيتيف مونونيوكليوديز او بنسميها انفكشوس مونونيوكليوديز. الديزيز بيبقى فيه فاتيج، فيفر، سور ثروت، ليمفادينوباسي، سبليروميجلي اند هيباتوميجلي. الفيروس طبعا بيبقى ليتنت في البي سيلز. الليمفوبروليفراتيف ديزيز بيبقى في الاميونو كومبرمايز بيشنتس. التي سيلز كانت كنترول بي سيل جروس. بعد كده الهيري اورال ليكوبليكيا، وده بيبقى فيه هايبر بروليفريشن اوف لينجوال ابيثيليال سيلز وكومن في الايدز بيشنتس. ده دايجرام بيوضح لنا اهم سيمتومز وساينز موجوده في الانفكشوس مونونيوكليوديز. طبعا بيبقى فيه فارنجيتس او سور ثروت. بتبقى الليمف نودز بالذات بتاعه السيرفايكال ريجن بتبقى سوالن. بعد كده بيبقى فيه في البلد في اتيبيكال ليمفوسايتس، تمام، بيبقى فيه هيباتوسبليروميجالي. الفيروس برضو اسوشيتد وذ مالجنسي زي الافريكان او البيركت سيلينفوما، الصوره اللي قدامنا دي الطفل الصغير، او اسوشيتد بالنيزوفارينجيال كارسينوما او البي سيل ليمفوما بنسميها هودجكن ليمفوما. ازاي بنعمل لاب دايجنوزيس للابشتاين بار فيروس؟ اول حاجه السامبل بتبقى بلاد. بنعمل هيماتولوجيكال اكزامينيشن. السي بي سي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ليمفوسايتوزيس، في انكريز مونوسايتس وذ ذا بريزنس اوف اتيبيكال ليمفوسايتس. ممكن نعمل دايجنوزيس احنا ندور على انتي بوديز في السيرم. عندنا في تو تيست اللي هو مونو سبوت وبون بالل تيست، ودي بتديكت الهيتروفايل انتي بوديز اللي هي نانو سبيسيفيك ويوز ذا فور سكرينينج فور ابشتاين بار فيروس. تاني خطوه اللي هي السبيسيفيك سيرولوجيكال تيست، ودي بتشمل ان احنا بنعمل ديتكشن للفيرال كابسيد انتيجين او النيوكليار انتيجين بتاعه الفيروس في السيرم. ده التيبل ده بيوضح لنا ايه اللي احنا بندور عليه بالظبط. هنا في الانتي بوديز الكابسيد انتيجين الاي جي ام طبعا بيظهر في الاكيوت انفكشن، ما بيبقاش موجود في البوست انفكشن ولا النون انفكشن او السسبتبل، تمام. بالنسبه للاي جي جي بيبدا يظهر في البوست انفكشن، بيبقى لايف لونج يعني بيستمر مدى الحياه، وبيبقى موجود في الاكيوت انفكشن. النيوكليار انتيجين بيبقى موجود بس في البوست انفكشن. تاني فيروس ان شاء الله هنقوله النهارده اللي هو السيتوماجالو فيروس، وده تبع برضو تبع الهربس فاميلي اوف فيروسز
بيبقى كوزا هيدرال النيوكليكابسيد ولي انفلوب. الجينوم هنا بيبقى دبل ستراند الدي ان اي جينوم. السيتوميجالو فيروس الحقيقه بيعمل بينفول جنرالايزد لينفادينايتس. الترانسميشن بتاعه ازاي؟ عن طريق السلايفا، سيكشوالي، بارنترال وان يوترو انفكشن. بارنترال يعني عن طريق البلد، وان يوترو انفكشن من المادر للفيتس. الباثوجينيسيس بيحصل ازاي؟ السي ام في بيعمل انفكشن للسليفري جلاند ابيثيليال سيلز، وبعدين بيبقى لاتنت في المونونيوكلير سيلز. ايه هي الديزيز اللي بيعملها السيتوميجالو فيروس؟ الحقيقه معظم الحالات بتبقى اسيمتوماتيك. السيفير مانيفيستيشنز بتحصل امتى؟ بتحصل في الاميونو كومبرمايزد هوست، زي مثلا واحد عامل اورجان ترانسبلانتيشن او واحد عنده ايدز. فعندنا هنا الكلينيكال بيكتشر في الاميونو كومبتنت بيشنز اللي هو الشخص العادي، اكتر من 90% من الحالات بتبقى اسيمتوماتيك، يعني ما يبانش على العيان اي حاجه ويجي ويخف ويروح من غير ما نلاحظ عليه اي شيء. اقل من 10% من الحالات بيحصل لهم سي ام في مونونيوكليوزيس، وده بيبقى فيه فيفر، ماليز، ميالجيا وارثرالجيا، في فتيج وفي هيدك وفي سرسروت بعض الحالات، وفي سيرفايكال ليمفادينوباثي، هيباتوميجالي وسبيلونوميجالي. هنا بقى لازم نفرق بين الابشتاين بار فيروس انفكشوس مونونيوكليوزيس والسيتوميجالو فيروس مونونيوكليوزيس. هنا الهيتروفايل انتي بودي تيست بيبقى نيجاتيف في السي ام في. المشكله عندنا لو السي ام في يا جماعه عمل انفكشن لاميونو كومبرومايزد بيشنتس، الناس اللي عامله اورجان ترانسبلانت او الناس اللي هي عندها ايدز او اي او بياخد اميونو سابريسيف دراجز. ايه هنا السي ام في هنا بيعمل لنا مور سيفير ديزيز، زي مثلا السي ام في مونونيوكليوزيس او السي ام في نمونيا بتبقى انترستيشال ليمونايتس، او يعمل ريتينايتس يعني فلاميشن في الريتينا بتاعه الاي، او بيعمل اسوفاجيتس يعني فلاميشن في الاسوفاجس، او كولايتس فلاميشن في الكولون، او بيوصل لانكيفالايتس. عندنا حاله ثانيه اسمها كونجنيتال سي ام في انفيكشن، بتحصل لو الام عندها سي ام في انفيكشن وحصل كونجنيتال انفيكشن للبيبي. ده ان شاء الله هتاخدوه في البلوك التاني، مش هنشرحه هنا خالص، هنقول اسمه بس. ده ان شاء الله هتاخدوه في البلوك بتاع الريبرودكتيف. ازاي بنعمل دايجنوزس للسي ام في انفيكشن؟ في البيوبسي ماتيريال او اليورين الفيروس بيكبر حجم السيل، عشان كده بتبقى سيتوماجاليك سيل، ومن هنا جه اسمه سيتوماجالو فيروس. وبيعمل جوه السيل انترانيوكلير انكلوجن، بيزوفيليك انترانيوكلير انكلوجن، زي الصوره اللي احنا شايفينها دي. فطبعا بتدينا المنظر بيسميه اواي انكلوجن، اللي هو زي عين البومه. تاني خطوه ان احنا بنعمل بي سي ار فور ديتكشن اوف فايرال نيوكليك اسيد. بنكمل باقي التشخيص بتاع سي ام في انفيكشن. ممكن نعمل سيرولوجي لتو ديتكت الانتي بوديز في السيروم. عندنا تو تايبس اوف انتي بوديز، الاي جي ام في الكرنت انفيكشن والاي جي جي في البوست انفيكشن. السيل كلتشر هنا بيبقى تو سلو، بيبقى فيه الكاركترستيك سيتوباتيك افكت اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هي السيتوموجاليك او اللارج سيلز اللي فيها انترانيوكلير انكلوجن اللي بتدينا او اي انكلوجن. هنتكلم دلوقتي على الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس او اختصار الاتش اي في. ده بيلونج للريترو فيروس فاميلي. في تو تايبز اوف الاتش اي في، اتش اي في 1 اند 2. الفيروم في الاستراكشر بتاع الاتش اي في بيبقى فيه انفلوب، في تو كوبيز اوف سنجل ستراندد ار ان اي، في انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز او ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليمريز، في انزيم الانتجريز وده مهمته عشان يعمل انتجريشن للفيرال دي ان اي انتو ذا هوست جينوم، في البروتييز اللي هو بيكسر البروتينز. هنتكلم دلوقتي على الاستراكشر اوف اتش اي في. طبعا الدايجرام اللي قدامنا موضح الاستراكشر، كل فيروس فيه تو ستراندز اوف ار ان اي، وكل ار ان اي بيبقى معاه الريفرس ترانسكريبتيز انزيم بتاعه. في بقى الانزيمز الثانيه، في بروتيز انزيم بيعمل بيكسر البروتينز، وفي الانتجريز انزيم اللي هو بيعمل انتجريشن للنيوكليك اسيد جوه الهوست دي ان اي. بعد كده في من بره الكور بي 24 اللي هو بروتين 24، وده في الكابسيد بيعمل بروتكشن للنيوكليك اسيد، وفي من بره خالص الانفلوب. الريزرفوار بتاع الاتش اي في بيبقى ايه؟ بيبقى تي هيلبر سيلز اللي هي تي سي دي 4 سيلز والماكروفاجز. بيتنقل ازاي؟ طبعا سيكشوالي اول حاجه، بعد كده بلاد بورن سواء كان من بلاد ترانسفيوجن كونتامينيتد او من ديرتي نيدلز. فيرتيكال يعني من الام للجنين. الباثوجينيسيس بيحصل ايه؟ الفيروس هنا اتاك ديستراكت السي دي 4 تي سيلز، بيؤدي الى لوز اوف اميونيتي مانيفيستد باي ريبيتد انفكشنز اور كانسرز. الكلينيكال كورس بتاع الاتش اي في، اولا الكوبيشن بيريد، الديوريشن بين البرايمري انفكشن والبروجريشن تو كلينيكال ديزيز بيبقى حوالي 10 سنين. اول مرحله اللي هي الاكيوت اتش اي في انفكشن، ودي الايرلي ستيج، ودي بتبقى 2 تو 4 ويكس افتر انفكشن. الشخص بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده مونونيوكليوزيس لايك سيمبتومز، فيها فيفر، في فاتيك، في جنرالايزد ليمفادينوباثي.
بعد كده بيبقى هنا الليفل اوف اتش اي في ان بلاد بيبقى فيري هاي، وده طبعا بيحمل ريسك اللي هو يبقى فيه ترانسميشن للديزيز تو اذر كونتاكت. تاني مرحله يا جماعه اللي هي الكرونيك انفكشن، ودي برضو بنسميها الاسيمتوماتيك اتش اي في انفكشن او الكلينيكال ليتنسي. هنا الاتش اي في برضو بيبقى كونتينيوتي مالتيبلاي بس ات لو ليفل عن المرحله اللي فاتت. ممكن الشخص ما يبقاش عليه اي سيمتومز خالص للاتش اي في انفكشن. من غير التريتمنت البيشنت جرادولي كده بيبقى ادفانسز تو ايدز في حوالي 10 سنين او اكتر. تالت مرحله اللي هي المرحله الاخيره ستيج 3 اللي هي الايدز، بقى خلاص اعراض الايدز ظهرت على العيان. الايدز هنا اختصار لاكوايرد اميونو ديفيشنسي سندروم، ودي الفاينل ستيج وتبقى اكتر ستيج سيفير في الاتش اي في انفكشن. هنا بقى الفيروس بيبقى عمل سيفير دامج في كل الاميون سيستم، وهنا بيبدا الجسم يتعرض للاوبورتيونستيك انفكشنز بسهوله. بيبقى فيه هاي فايرال لود في البلط، وبالتالي الفيروس بيبقى ايزلي ترانسميتد للناس اللي حوالي الكونتاكت للعيان. من غير التريتمنت عاده العيان بيبقى السرفايفر ريت بتاعه حوالي 3 سنين او اقل. طيب ايه هي الاوبورتيونستيك انفكشن اللي بتحصل مع الايدز؟ اولا ممكن يحصل فايرال انفكشنز زي السيتوميجالو فايروس ريتينايتس، زي الهيربس سيمبلكس فايروس، بروجريسيف لوكو انكيفالوباثي، ويستنج سندروم. ممكن يحصل بكتيريال انفكشن زي الميكوبكتيريال تيبركولوزيس سواء بالمونري او اكسترا بالمونري، الميكوبكتيريال مام ايفيام كومبلكس، السالمونيلا، وممكن تعمل سيبتسيميا. الفانجل انفكشن هنا زي الكانديدا انفكشن. في بعض المالجنانسز دي بقى ديفولوبد مع عيان الايدز، زي ايه؟ انفيزيف سيرفايكال كارسينوما، او الصوره اللي قدامنا دي اللي اسمها كابوسي ساركوما، دي عباره عن كانسر افكتنج السيلز لايننج البلاد والليمف فيزلز. تمام، بتدينا ايه الشكل ده اللي بيبقى اندر ذا سكين. بعد كده البيركتس لينفوما او الاميونو بلاستيك لينفوما او البرايمري سي ان اس لينفوما. ازاي بنعمل دايجنوزز الاتش اي في انفكشن؟ اول حاجه يبقى لازم يبقى عندنا خطوه انيشال سكرينينج، اللي هو التست اللي بنعمله في بنك الدم لكل اكياس الدم المتورع بيها. كل كيس لازم نعمل انيشال سكرين من اتش اي في، ده عن طريق الاليزا. بندور على اتش اي في 1 اند 2 انتي بوديز، او بندور على الانتيجين البروتين 24. الكونفيرماتوري تيست هنا عندنا عن طريق الويسترن بلوتنج تكنيك. ثالث خطوه ان احنا بنعمل ديتكشن للفيروس في البلاد عن طريق الريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. ايه هو الايرلي ماركر اوف انفكشن؟ هنا البروتين 24 انتيجين. ازاي بنعمل ايفالويشن للبروجريشن اوف ذا ديزيز؟ بنتابع العيان ازاي سواء بياخد تريتمنت او كده. ان احنا بنقيس السي دي 4 للسي دي 8 تي سيل ريشيو. في نورمالي في الشخص الطبيعي يا جماعه ان الريشيو دي بتبقى 2، يعني السي دي 4 مرتين قد السي دي 8. لكن هنلاقي عندنا في عيان الاتش اي في بنلاقي النسبه دي اختلفت وبدات تقل، يعني بدات تبقى 1 او اقل من 1، معناها السي دي 4 سيلز معناها انها بتقل. في حاجه مهمه جدا عندنا هنا في الاتش اي في اللي بنسميها الويندو بيريد، دي عباره عن التايم فروم انيشال انفكشن بالاتش اي في انتل انتي بوديز ار ديتكتد باي ا سنجل تيست، يعني الفتره ما بين دخول الاتش اي في جوه الجسم لغايه ما نقدر نعمل ديتكشن للانتي بوديز في البلاد. ودي عاده بتبقى من 3 ل 8 اسابيع، يعني المتوسط بتاعها بيبقى تقريبا 8 اسابيع او 9 اسابيع. المشكله بقى في الويندو بيريد اول حاجه ايه؟ ان هي ممكن تدينا فولس نيجاتيف ريزلتس للاتش اي في انتي بوديز، اللي طبعا هتبقى لسه انتي بوديز ما ظهرتش لكن العيان خد الاتش اي في. تاني حاجه مشكله طبعا ان هو ممكن يبقى باسنج الفيروس للاذر كونتاكت ليه. الاسئله دي يا جماعه اللي في نهايه المحاضره ان شاء الله انتوا هتجاوبوها لوحدكم بعد ما تذاكروا المحاضره.